اخ يا كابتن عبد الحميد، مستنيك. اول مره تقعد على الكرسي ده، صح؟ اول مره جاهز؟ جاهز اسئله صعبه كابتن. انا قلت لحضرتك انا ما عنديش حاجه صح، انا راجل صادق في كل كلمه بقولها وهقولها. طيب ابتدي معاك منين؟ كنت قريب وانت بتلعب من النادي الاهلي ومضيت كل حاجه وبتجهز شنطتك عشان تروح تلعب في النادي الاهلي، الكلام ده صح ولا غلط؟ حصل وباتفاق بين اداره نادي حرس الحدود ونادي الاهلي وكان خلاص، بس اداره الحرس شافت في الاخر ان افضل موجود في الحرس وانا تقبلت. مين اللي كان كلمك من الاهلي وقتها؟ هو ما كلمونيش انا شخصيا، هم اتكلموا مع رئيس النادي وقعدوا مع رئيس النادي الله يرحمه اللي هو عبد الرحيم محمد، واتفقوا كل حاجه وخلصوا كل حاجه. انت زملكاوي صح؟ جدا. كان ممكن تروح الاهلي ازاي بقى؟ لا خد بالك يا كابتن شادي، العمليه مش عمليه طول ما انت لعيب، انت لعيب محترف ولازم تاخد الامور بمنتهى الاحترافيه. انا لما كنت في الزمالك انا كنت في المكان اللي بحبه وبعشقه واخلصت له، مش انا اللي مشيت من نادي الزمالك، نادي الزمالك هو سابني، فبالتالي انا ما انا لما بروح محدش بيقدر يلوم عليك ولا يقدر يزعل منك. يعني زعلت لما مشوك من الزمالك وكنت هداف الفريق؟ انا طبعا، لان انا كنت الزمالك بالنسبه لي هو عشقي، انا بعشق نادي الزمالك. مين اللي مشاك؟ هو مش هقول مين مشاني بقى، لا ما يعني ينفعش، انت قلت هقول الصراحه. ما انا هقول لك، يعني الجهاز الفني اللي كان موجود في الوقت مين ده؟ هو مستر اوتو فيستر. وكنا عدد مهاجمين كتار يا كابتن، يعني كنت حسام حسن وكان عبد الحميد بسيوني وعبد الحليم علي وعبد اللطيف الدوماني واسامه نبيه وكان ميدو لسه طالع، فكان مجموعه كبيره برضو يعني. بس انا مشيت ليه؟ لان انا زي ما بقول لك كنت دايما الجهه الاضعف. ايه الجهه الاضعف؟ ان انا ما عنديش حد يقف في ظهري وما عنديش حد يتكلم بلساني، لان انا كان حياتي كلها بس في حد اقوى من كل وربنا، عشان كده انا مسلم امري لله سبحانه وتعالى. انما انا بحب نادي الزمالك وبتمنى له دايما التوفيق واتمنى له دايما التمام. من شويه فرقتني شهادات وقلت لي واخدها من بره، وانت فين من المنتخبات؟ ومن جوه. وفين انت فين من المنتخبات في التدريب كابتن؟ احنا منتخباتنا رابطين وقافلين على مجموعه معينه، مفيش حد بيخرج من خلالها. لو انت شفت في اخر 10 سنين لكل المنتخبات هتلاقي مجموعه واحده، حسب كل عضو في اتحاد الكوره وحسب كل ما يتوافق مع هوا مجلس الاداره اللي موجود. بنشوف يعني مدربين يلعبوا بطوله ويخلصوا البطوله ويمشوا ويرجعوا. قيس على كده بقى في كل المنتخبات. وانت مش على هوا حد خالص؟ انا مش بص يا كابتن شادي، انا مع نفسي ومع الله سبحانه وتعالى. هو التدريب في المنتخبات بالمجامله؟ طبعا بدليل ان على مستوى الناشئين احنا ما خدناش غير بطوله واحده او بطولتين، وكل اللي في بطولات احنا خرجنا منها اصلا من الدور الاول، بل بالعكس احنا رحنا مره منتخب اولمبي وخرجنا من الدور الاول. فبالتالي لا، ده دي اكبر جريمه اتعملت في حق المدربين كلهم، ان اتحاد الكره كله كان مجامل.